نعم قاسي سعيد، إذا جزمنا بأن بن ناصر سيكون أساسيا وبن طالب سيكون أساسيا، من تعتقد أنه سيلعب إلى جانب هذين اللاعبين في خط الوسط؟ لو في وسط الميدان يعني الصدى اللي جانا من مقابلتين، نعم، أمام طوغو والبولندي، وين فغولي يعني ما كانش في أحسن أحواله، يبقى الاختيار بين عوار إذا استرجع اللياقة البدنية تاعو يعني وشفية من الإصابة، راح يكون واحد من حلول لجمال بلماضي. وسط الميدان قلنا بن طالب راح يكون ارتكازي، من بلي هو المرشح رقم واحد هو اسماعيل بن ناصر. تبقى لوبسيون تاع شكون قلت ميدو؟ شايبي. إذا لعبت شايبي يعني ما راحش يكون بن ناصر وشايبي في كوتي غوش. هنا وهنا سي لا ميم بيبري قاسي سعيد، لا ميم كومبوزونت اللي لعبت مع البولندي. تقدر. ومن بعد عنده الاختيارات، يعني عنده الاختيارات. أنا إذا كان عوار يعني أشفية تماما، نظن بلي عوار راح يحكم الجهة اليمنى تاع وسط الميدان. نعم، إذا لعب عوار في وسط الميدان شايبي سيكون على الجهة اليسرى. بن ناصر وين يديروا من بعد؟ لا على الجهه اليسرى في الهجوم وليس في وسط الميدان. حنايا من بعد توليو مهاجم، يعني ثلاث مهاجمين. هل عندك شك بانه شايبي سيلعب اساسي؟ والله ما تنجمش تعرف محمد. انا ما عندي حتى شك بانه شايبي سيكون اساسي. استنى اذا كان شايبي في الاحتياط من سيلعب اساسيا؟ واحد من افضل اللاعبين في المنتخب الوطني في الفتره الاخيره، كان يجد الكثير من الحلول لما واجهنا فرق تلعب بكتل منخفضه او لما كنا في مازق، خطير جدا في الامام، تاقلم بشكل جيد. شايبي ربما يعتبر افضل لاعب في المنتخب الوطني حاليا. لما تقول لي بانه عندك شك بانه ما عنديش شك في شايبي، ولكن ماناش عارفين السيستم اللي حيدخل به الناخب الوطني. انا نقول لك يعني ولا دخل ب 4-3-3 شايبي راح يكون قاسي موجود. قاسي يعني دعنا نتحدث بالمنطق. شايبي لازم يكون في التشكيله الاساسيه، يكون في خط الوسط، وجربوا الناخب الوطني في خط الوسط لما لعب امام البولندي وحط شايبي في خط وسط الميدان، اعطينا التشكيله التي واجهت البولندي، او سيكون كجناح ايسر اذا قرر الناخب الوطني الاعتماد على لاعب ثالث في خط الوسط الى جانب بن ناصر وبن طالب. شايبي سيكون من دون شك جناح ايسر. نقصي وعوار. اذا كان شايبي موجود في وسط الميدان الى لعبنا ب 4-3-3 يعني هنا نقصي وعوار، ولكن اذا دخلنا ب 4-4-2 او 3-5-2 هنا راح يكون مشكل. نولي برك تكلمت على الدفاع محمد. احنا لما نتكلموا على الدفاع لازم نتكلموا على المنظومه الدفاعيه، مش غير الخمسه الاربعه المدافعين. نعم. لازم نتكلم على المنظومه الدفاعيه تاع المنتخب ديالنا، ولابد ان الكره لما نضيعوها ما لازمش يعني تلحق بسهوله. نعم. للدفاع ديالنا يعني العامل تاع المهاجمين وعامل تاع وسط الميدان ما يخلوش. نعم. الكره تلحق. نعم. للدفاع. بعض الاراء ميدو تقول بان بن طالب وبن ناصر لا يمكنهما اللعب سويا في خط وسط الميدان لأنهما يلعبان بالرجل اليسرى ويميلان كثيرا على الرواق الأيسر، وهذا ما يصعب من مهمة انزلاق خط الوسط. لا تعرف أنه خط الوسط يميل يمينا وشمالا، يلعب ككتلة، يعني أحيانا يكون على الجهة اليسرى أحيانا يمشي على الجهة اليمنى، يعني بالفطرة تجد أنه بن ناصر وبن طالب يميلان إلى الجهة اليسرى فيحدث اختلال في خط وسط ميدان المنتخب. لا أعتقد بأنه شوف بالنسبة للتشكيلة الأساسية، حارس المرمى رباعي الدفاع معروفين منذ شهرين تقريبا. نعم. منذ أن بدأت مغامرة تصفية كأس. نعم. العالم. بالنسبة لمحور الدفاع بن سبعيني رفقة مندي، ثاني كأس إفريقيا يلعبانها في المحور. لا يجب أن ننسى بأنه في سنة 2017 كانت أول مشاركة لهما مع بعض في محور الدفاع، وخرجنا من الدور الأول لما تعد خسرنا أمام تونس 2-1، تعدلنا أمام السنغال وتعدلنا أمام زيمبابوي. يعني للمرة الثانية سيلعبان كأس إفريقيا في محور الدفاع. عطال أيتنوري أمور كانت واضحة بالإضافة إلى مونديال. يبقى خط وسط الميدان،
بن طالب بن ناصر شايبي. اعتقد بان التشكيله اللي لعبت امام منتخب بوروندي هي ستلعب المباراه الاولى امام المنتخب الانغولي. لماذا بن ناصر بن طالب بن طالب بن ناصر بالاضافه الى شايبي؟ بن طالب اعتقد بانه لو تتذكرون جيدا في الندوه الصحفيه التي عقدها الناخب الوطني جمال بالماضي قبل مباراه الصومال اول مباراه في اقصائيات كاس العالم كان تحدث على دور بن طالب. قالك بن طالب بالنسبه لي مثل بن ناصر مثل بن سبعيني مثل محرز مثل يعني واحد من كوادر المنتخب الوطني. بن طالب بادوار معينه يطلبها منه بالماضي يرى فيه ربما بروفيل اقرب بروفيل مثل قديوره لكن اكثر تقنيه لانه بن طالب لعب ما شاء الله تقني افضل من قديوره. بن ناصر سيون سور دو 8 الونسي يعني رقم 8 التقليدي مثلما تعود ان يلعب في المنتخب مع الزروقي. يبقى شايبي انا بالنسبه لي شايبي اساسي فوق العاده في المنتخب الوطني هو واحد من اللاعبين الشبان اعتقد بانه في قائمه الكاف يتصدر القائمة اللاعبين الشبان المنتظرين طبعاً. في كاس من افريقيا هذه. يبقى خط الهجوم اعتقد بانه نفسه محرز بليلي بالاضافه الى بونجاح. مترف ربما لديه راي اخر بخصوص خط الوسط. طبيعة الحال محمد هنا المشكل وين يكمن محمد؟ يكمن في لو نتكلم بالمنطقه الذي هو مفروض من طرف الناخب الوطني. الناخب الوطني محمد لما تكلم على شايبي هو وسط ميدان هجومي. لما نتكلموا على عوار نتكلموا على عوار انه وسط ميدان ايضا هجومي. انا محمد على حسب رايي ونقدر نكون مخطئ نشوف ان الصراع راح يكون على وسط ميدان على اليمين راح يلعب بن طالب في الارتكاز على اليسار راح يلعب بن ناصر وعلى اليمين راح يكون صراع بين زروقي وبوداوي وفغولي. وين هو عوار؟ عوار ما يكونش محمد لانه عوار لاعب يلعب وسط ميدان هجومي. محمد باش تدير لاعب في هذا المركز لازم لاعب ليدافع ويهاجم في ان واحد. محمد لانه دائما ما تقدرش تخلي بن طالب وبن ناصر لوحديهم وباش تلعب بن ناصر وبن طالب محمد هذه اللي قلت لك المره اللي فاتت محمد 4-2-3-1 صعب انه يطبقه بلاعبين يلعبوا بالرجل اليسرى. هكذا يكون ميلان في وسط الميدان وتكون الكره تروح إلا على اليسار لأن معروف محمد في كرة القدم اللاعب دائما ما يروح من قوة نقاط القوة تاعه يلعب بهم. محمد لو نشوفه يعني بن طالب كيف يلعب دائما ما يمشي بالكرة بالرجل اليسرى بن ناصر لأن راح يكون ضغط كبير فوق أرضية الميدان راح يكون خصم محمد أمام هاد اللاعبين. اللاعب راح يلعب بالكامل قواه محمد لكن أمام البولندي لم يستعمل أي من اللاعبين الذين ذكرتهم. استعمل شايبي في وسط الميدان إلى جانب بن طالب وبن ناصر. محمد أنا نتكلم على المنطقة الذي يتكلم عليه الناخب الوطني شايبي راو دايرو محمد هو وعوار كلاعبان رقم 10 يلعبوا وراء المهاجمين وداير على الجناح الأيسر عمورة مع بليلي كان قويري الآن غير موجود. أنا نتكلم لك بالمنطق محمد أنت لما تأخذ معاك زروقي وتاخذ معك بوداوي محمد لماذا تاخذهم في 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 مجموعه اللي تضم 25 لاعب؟ اي لاعب يقدر يكون في 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 الميدان وانا كنشوف بوداوي هو الحل الامثل محمد اللي يكون كوسط ميدان على الجهه اليمنى. يعني تفضل انت وسط ميدان بن طالب في الارتكاز على الجهه اليسرى بن ناصر وعلى الجهه اليمنى بوداوي وكمهاجم ايسر يكون شايبي. كمهاجم ايسر راح يكون شايبي محمد لان دائما شايبي عنده القوة البدنية هذيك شفناه في ألمانيا محمد دائما ملاعب لي الكرات الثانية يأخذهم يعني المنطقة اللي كان يلعب فيها هو بكثرة محمد هي وراء المهاجمين دائما ما يكون فعال. شايبي يقدر محمد تكون عندنا إضافة كلاعب وسط ميدان رابع دائما يدخل لوسط الميدان لأن نشوفه في وقت ما محمد مديت أنا مثال أن ريال مدريد لما يدخل لما كان يدخل فالفيردي إلى وسط الميدان فينيسيوس وبنزيما لوحدهم محمد كانوا يعملون يعني لا ديفيرونس. هنا نقدروا نشوفوا محرز مع سليماني في الهجوم يزيد بالمؤازره تاع شايبي وهناك محمد تنشيط هجومي وهناك تنشيط دفاعي. كرة القدم الان محمد الكل يمشي الكل يعني يشارك في مع المهاجمين وهذا شيء محمد الناخب الوطني ادرى به ونشوفوا باللي اللامركزيه للاعبي المنتخب الوطني هي اللي راح تعطي الحلول محمد ونعرفوا ان بوداوي لو تتذكر محمد ضد المنتخب الصومالي في
في ملعب نيلسون مانديلا كان هناك خلل نوعا ما وين سجل شايبي، لكن المنتخب الصومالي خلق لنا نوعا ما من المشاكل. شفنا التغيير لما دخل بوداوي لوسط الميدان اعطى توازن مع فاغولي على ما اظن، ونسيت اللاعب الثالث اللي كان في وسط الميدان عوار. نعم وعوار عوار بن طالب ودخل بوداوي دخل لهم بلاصون 20 مينوت الاخرين دخل، يعني اعطى لهم هذاك التوازن في وسط الميدان ولا رابع وسط ميدان باش يحقق التوازن للناخب الوطني وكمل المباراه باريحيه زاد سجل اهداف.